النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض البطاطا المشوية، وهنعملها بطريقة صحية جدا. والبطاطا دي حاجة لطيفة جدا، من أكتر الحاجات اللي بتدفي في الشتاء. هوريكم هنعمل ايه. أول حاجة هنعملها إن احنا هنفتح الفرن على درجة عالية ونسيبه يسخن على بال ما احنا ايه نغسل البطاطا. البطاطا لازم نغسلها في حاجة عميقة، المية سخنة كده، ونلعكها بفرشة ولا حاجة علشان يبقى فيها طين لازق، لازم دي ننضفها منه. ونفضل نعمل كده لحد ما البطاطا تنضف خالص. كده البطاطا نطفت خالص، وانا سايباها تتصفى شوية من المية. بعد ما تصفي يعني المية اللي انا غسلتها بيها خالص ميبقاش فيها مية، اخدها ارصها في صينية تفال، وانا يعني محطه في قاع الصينيه ورق فويل. فهاخد كده البطاطا ارصها كده، مهم يعني هرصها في الصينيه دلوقتي، القاع بتاعها يبقى متغطي بفويل، وهغطيها من فوق برضو بفويل بس هسيبه مفتوح، هوريكم دلوقتي. بصوا حبايبي، انا رصيت البطاطا في الصينيه اللي محطوط فيها فويل في القاع بتاعها، وهغطيها برضو بفويل بس يبقى ايه، يبقى مهوي كده مش محكم خالص، لا يعني يبقى مهوي بس كده، وهحطها في الفرن بالمنظر ده. حطيت الصينيه بتاعت البطاطا في الفرن وهسيبها ما بين نص ساعه لساعه الا ربع وابص عليها. بعد نص ساعة انا فتحت الفرن ابص على البطاطا عشان اشوفها استوت ولا لا. التست اللي بعمله عشان اشوف البطاطا استوت ان انا بحاول اغزها كده بالسكينة واشوفها هتدخل ولا لا، فالسكينة مش داخلة، فده معناه انها دي لسه مستوتش. اشوف التانية، يعني دي استوت ودي استوت، فهي محتاجة شوية بس لحد ما اللي في النص دي تستوي، فهدخلها تاني ربع ساعة وارجع اشوفها. دلوقتي فات ساعة الا ربع، وفتحت تاني على البطاطا وشلت الغطا اللي كنت مغطيها بيها في الفويل عشان اشوفها اخبارها ايه، فبتكة كده برضو لسه بتدخل بصعوبة، او مش بصعوبة قوي يعني بتدخل بس بتزرجن شوية، دي بتدخل بسهولة. فانا هسيبها شوية بس هسيبها بقى مليانة كده عشان كمان تاخد لون وتكمل سوا وتبقى ريحتها مشوية. كده البطاطا كملت بالظبط 50 دقيقة وهي كده استوت خلاص. حطيت غزيت فيها السكينة كده لقيتها بتدخل بسهولة، ولونها كمان بقى بطاطا مشوية وريحتها بطاطا مشوية. فكده عملت 50 دقيقة بالهنا والشفا. هسيبها بقى في الفرن، بس هطفي بقى الفرن خلاص، هسيبها في الفرن عشان تفضل سخنة. لو عجبكم الفيديو بتاع البطاطا المشوية اعملوا لايك وشير للفيديو لو سمحتوا، واهم حاجة سبسكرايب للقناة اطبخوا صحي مع الدكتور.